السلام عليكم. بعد الزيارة التي قام بها وفد بارز من جمهورية الصين الشعبية إلى الجزائر في البحر الشهر الماضي هذا، إذن زار وزير السكن والعمران السيد محمد طارق بالعريبي في الأسبوع هذا زار إذن الجمهورية الصينية، توافقات كبيرة مع مسؤولين صينيين لمرافقة الصين للمشاريع نتاع المدن الجديدة في الجزائر، وبالخصوص مدينة بوغزول وكذلك المدينة الجديدة بالمنيعة. إذن تم اتفاق ما بين الطرفين الجزائري والصيني على إمداد الجزائر بكل الخبرات، كذلك لمسايرة العملية تاع الإنجاز تاع هذه المدن في الجزائر. ونعرف احنا أنه الصين دولة رائدة في إنشاء المدن الجديدة. إذن تم عرض كما نشاهد في الصور هذه عرض مختلف التجارب نتاع الصين في المدن في الصين، وكذلك مختلف التجارب في إنشاء وتسيير خاصة المدن الجديدة وإنشاء الملحقات المختلفة اللي ترافق مثل هذه المشاريع الضخمة. إذن إن شاء الله تكون فيه انطلاقة جديدة لهذه المشاريع، والعلم أنه في الجزائر هناك 5 مدن جديدة راه قيد الإنشاء على غرار مدينة حاسي مسعود كذلك وسيدي عبد الله، وكذلك مدينة بوينان في ولاية البوليدة. إذن فيه مشاريع في الجزائر، وإن شاء الله بفضل هذه الشراكة اللي راهي تعرف ديناميكية جديدة بين الجزائر والصين سوف يعني تعود بالفائدة على هذه المشاريع الحيوية في الجزائر. وللعلم أنه في الجزائر فيما يخص المدينة الجديدة تاع بوغزول انطلقت الأشغال إنشاء محطة لتصفية المياه المستعملة، واللي تعتبر هذه المحطة الأكبر في الجزائر من ناحية المساحة. إذن هذا أمر أكيد، إذن تم الانطلاق في إنشاء محطة لتصفية المياه، وهي خاصة ضرورية لما نعرف أنه المدينة تقع في وسط البلاد، تقع في منطقة يعني اللي لازم فيها تكون محطة تصفية المياه. والمحطة هذه راح تعمل بطاقة المواجهة الجديدة، وكذلك تستعمل نظام بيولوجي للتصفية نتاع المياه بطريقة بيولوجية بدون ما نستعملوا كما نقولوا حنايا المواد الكيميائية وما إلى ذلك. إذن فيه تقنيات جديدة لمعالجة المياه المستعملة سوف توظف في المشروع نتاع المدينة الجديدة. نخليكم تتابعوا الفيديو حول هذه الزيارة نتاع الوزير السكن والعمران سيد محمد طارق بالعريبي إلى الصين، والاتفاقات اللي تمت ما بين طرفين في خصوص إنشاء المدن الجديدة والتسيير نتاعها. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.